فوتي لشوف. خيرك شوكات، خير شوفي. خلي الست لطفية تحكي لكم. طيب فوت لجوا، ليش واقف على العتبة؟ فوت لجوا لحكي لنا كلمتين. ما بقدر عمي، المغضوبة الثانية واقفة برا، بدي روح وديها لبيت أهلها. امسكي خاطركم. الله معك. لك شوفي لطفية شو صار؟ عامل لك شي هالمغضوب؟ لا يا مو، بس قلعني من البيت. قلعك؟ إلهي مين قلع راسه عم بدنه يا حق؟ وليش قلعك هالمصروف الرقبة؟ لك أصلا مين هو اللي حتى قلع بنات الناس لعند أهليه؟ مين؟ لك هلا لا تضوجي على المخلوقة، خليها تفوت نايمة صغيرة بعدين بنفهم منها. معلش يا عصام، هدى لساتها صغيرة وما بتفهم، بس أنا رح فهمها. خاطرك عمي. الله معك عصام، مع السلامة. بشير. نعم ابن عمي. تعال شوف. مر ابن عمي. وين هالمقصوبة الرقبة؟ فاتت على الأوضة عم تبكي. ليش ما قال لك سهرك شو صاير بيناتهم؟ بلا حكالي، بس بنتي بدها ترباي من أول وجديد. بعد هيك لشوف. أخ شو خرماني على سيجارة. لا تقولي لي شو سامي مع جوزي؟ أبشر لك هيك؟ ولا تقلب على الرفيق؟ لك هذا جوزي، ما نشي عن جوزي؟ لحيت مبنيت الحنا؟ والله لا أصبح الله ما خلق. ولك بنتي كبرت؟ أشرفتك ما هي؟ بدنا نقوله بالحارة، بنت أم بشير قلعها جوزها من بيتها؟ ولك ما خلقت يلي بدها توطي راسي بين الناس؟ داخلي عليك أبو بشير، داخلي عليك، حرام اترك البنت، ما بصير تعمل فيها هيك. ما سمعتي شو صار أختي أم جوزيف؟ جوزها قلعها من بيتها، من قلة مروتها ولسانها اللي بده قطع. بسيطة أخي أبو بشير، كل شي بيلتقى له حل، بس بالرواق. أخ لو ما تشفعتي لأخ كنت فرجيتها كيف ترد بوش ابن عمها. روحنا خلدي. ولك الله لا يعطيك العافية على هالعمل. ولك والله سودتي بوشنا بين الناس. لك مالك خايف على سكرتك؟ على صحة أبوك اللي بنحلف براسه بين كل الناس. روحي والله أنا ما عملت شي. قدرتي لطفية يلي بدي يعني اشتغل وامسح وانا حفلة ما عم بقدر اعمل شيء. خلص هدى، خلص اهدي وامسحي وشي وروحي حطي راسك ونامي، والصبح رباح نحكي على رواق. ايه خلاص.